الرجاله صار ولا الساد اللي خان يخان. الشاب حسني صاحب الجنازتين والقبر الواحد، فتى وهران أو البلبل الذي خطف قلوب وعقول آلاف المعجبين، يعود في الذكرى العشرين لوفاته، وتعود مع هاته المناسبة مجموعة من الأسئلة تبقى تطرح نفسها بقوة حول مسيرة وحياة هذا الفنان. كيف تحول حسني إلى أسطورة فنية تجاوزت حدود الجزائر؟ ومن هي الجهة التي نفذت عملية اغتياله؟ اللي ضربوها هنا كتبوا لها في الحيط غادي ترد كاع الدراهم تاع لي كاسيت اللي خلصتهم غادي تردها. صدفة شاءت أنه في ذاك المومون كان تانيك الله يرحمه معطوب لونس كان مخطوف، ربما هذه هي سبب اغتياله. وما هي الأطراف المستفيدة من مقتله؟ قناة البلاد طرحت هذه التساؤلات وبحثت فيها مع مجموعة كبيرة من رفقاء المرحوم حسني وفنانين وروائيين وإعلاميين يتحدثون لأول مرة عن الأيام واللحظات الأخيرة التي سبقت عملية اغتيال الشاب حسني. انتظروه قريباً عبر قناة البلاد.